عليكم. لا قال علي لعدة طبع راس عم باو زي ليه طلع كده أصدوما. أيوة أخ أصدوما. أيوة أخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي فين أصدوما؟ أنا اللي أصدوما. أنا تقفل الفرامل والدربليات 100 100 يا باشا. من ساعة ما اللوست أشرف كلمني ظبطت لك كل حاجة والفرامل 100 100 وبالقسط كمان. خد اطلع قدام بالعربية وتعالى بضهرك وقف اهو. واضرب فرامل والدربليات في الحتة دي. في الحتة دي. هي دي التجربة يعني؟ أه. ماشي أنا جاي لك أهو الوقت. الله نور يا استاذ دوما. بس انا بقى مش عايز تزحف الزحفه اللي هي الزحفتها دي. براء باذن الله. براء باذن الله. الله يخرب بيتك، اتاخرت كده ليه؟ انا دخلت يا استاذ والله عشان الاقي محامي بس يجي يترافع عن القضيه وياجلها. مفيش. نهار اسود على الليله السوداء. انت وبعدين؟ والفلوس اللي احنا خدناها من التريلا اللي على جنب ده يفرمنا. طب انا اعمل ايه يا ريس؟ انا دخت، انا جايب حتى رحت اجلت روبه اهو عشان اي حد يطلع. يخرب بيتك. انا عندي فكره يا استاذ. قول الحقني. ما تقوم كده بجلاله قدرك وتترافع وانا الحاجه للمحامين دول خالص. قول ان وشك كده؟ ماله؟ انت جيت بالوش التاني النهارده مش كده؟ يا ريس انت بتتجنن يا ابني. انت مش عارف ان احنا اساسا احنا بناخد الاوضتين وبنوافق مع المحامي وبنقبض احنا وبنخلع. يا حاج فين المحامي يا شريف افندي؟ المحامي في الكابينيه. في الكابينيه يعني، هو في الكابينيه وجاي. براءة باذن الله ان شاء الله. براءة ابوس ايدك. شوف شكله عامل ازاي. ده مش بعيد يحطنا احنا الاثنين في مشترك ويغتصبنا دفعه واحده. فندي بقول لك يا متر، ما تقوم تترفع انت قدام المحامي ما جاش ونتحاسب بعدين. المخ سنقر سنتريسي. ندعو على القضيه. ايوه حاضر. ما انا عارف. ندعو على القضيه. والمصحف سمعت. خلصت العظم. والنبي سمعت. اما قمت تترفع. الله يخرب بيت الدفاع. الدفاع يتفضل. قوم فز. سيد الرئيس. سيد الرئيس. حضرات الساده المستغربين. انا احمد الحاجب. أرجو أن تتسع ساحة المحكمة لكي أخذ راحتي في الدفاع. اجري يا أشرف. أبويا اجري يا أشرف. الله خلصتوا يا عيال الاكزرسايز؟ لسه. ايه هو ده؟ احنا هنقعد اون ذا داي في وان اكزام؟ يلا يا اخويا كويكلي كويكلي ورايا طبيعي. عدسي برضو. بس وان. طب ايه رايكم بقى تحلوا صفحه الجرامير دي 180 مره؟ وفين الشعريه بتاعت الدروس؟ أبخ أنا جابت أبخ بس بقى بس بقى بس ما بس ما تزهقناهاش قوي كده بقى. مش احنا صلحنا في الموبايل قعدت أكلمك أزيد من 15 ثانية. خلاص مش زعلان. مش زعلان يعني؟ لا مش زعلان. يا بنت شكلك لسه زعلان. خلاص يا راجل مش زعلان. يا بنت والله شكلك زعلانة. مش زعلانة يا بنت. امي مش زعلانه. دي بقى عامله ايه؟ كويس. لا يعني انت عامله اكل ايه؟ عدس. عدس؟ والله العظيم عدس؟
صدقنا كانت نفسي رايحه له. احنا بقالنا كتير قوي ما بناكلش عدس، ده لسه واكلينه من ساعتين. ايه يا نوجا؟ يوه يا لمبي اعمل لك ايه يعني؟ بفتك؟ يلا بقى يلا بقى ما تخلوا الناس بقى اللي هيا كل حاجه فيكم قاعدين لصف. انت بتدرسي الزبالين ولا ايه؟ معلش خلاص حقك علي. ده في واد بتاعته ده انا قاعد ده انا والشيف ورو. بس شكلهم حلو. فعلا شكلهم حلو. وبالك انا وجا كده اما تبقى بطنك كده مبقلله قدامك كده وطالعه وماشيه كده ماشيه لحد ما افتح باب الشقه واروح راني بقيت كرشك بره. يا رب يا لمبي. نفسي في حته عيل يملى علينا حياتنا. يا بنت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما تقلقيش من شيء من رحمه ربنا وده من شيء. خلاص من العالم الزباله اللي عندك دي عشان خاطر نروح للدكتور بتاع النساء والوليد. وليد؟ وليد يا لمبي اسمه توليد. يا ست نسا وتوليد التوليد والنور اي حاجه. انا حاسس ان المره دي في امل كده. يا رب. او عمر يا رب. سبحان الله. خير يا دكتور؟ الحقيقه بعد الفحوصات والتحاليل والكشف الدقيق ده اقدر اقول ان موضوع الحمل ده مش هيحصل خالص. ليه يعني؟ ليه موضوع الحمل مش هيحصل خالص؟ هي متجوزه واحد ميت ولا ايه؟ لا خالص، العيب مش فيك. امال فيا؟ ولا العيب فيك. امال العيب فيك؟ الحقيقه انت سليم وهي سليمه، بس هي لو اتجوزت واحد تاني تخلف، وانت اذا اتجوزت واحده تانيه تخلف، انما انتوا الاثنين مع بعض ما تخلفوش. لان ايه ما نخلفش؟ امال عن بيض؟ ده راي الطب. نو هو مفيش امل. الله انك اذا كان الراجل ده اساسا مخلف دبدوب. على فكرة احنا مش عايزين نروح لدكاترة تاني بلا عياد بلا عرف. بص للعيال عندك اللي انت بتدرس لهم دول وانت هتكرار الخلفة واللي عايزين يخلفوها كمان من التباتة اللي هم فيها. تباتة انا نفسي اخلف يا لبني، نفسي في عيل، عايزة عيل. وانا عايز تكييف. وانا كمان عايز عيل يا نوجة. يا بنت عبيطة، احنا لسه يا دوبك متجوزين بقالنا 7 سنين وقبليهم خطوبة 8 يبقى 15 سنة، لأن فضلنا 10 ونبقى تبيضة مع بعض. نحمد ربنا إنه ده في ناس بتقعد بال30 و40 سنة والله ما بيخلفوا، ولما بيموتوا برضه ما بيخلفوش. أنا مش عارف ليه. إيه؟ خلاص بقى. واقف بقى. انت حاطط التنكه من اولها ما تشربي بقى على طول. انت مش شايفه؟ البسي. طيب البسي هات ده حمص الشام. ها كنجت؟ ايه فينك يا عم الف بروسلي؟ الف 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 مبروك يا ريس. ايه كرنيل محامي عملها الواد زبق. ايوه يا استاذ احنا قليلين كده بقى تقدر تترافع قدام التخين ما يقدرش يقول لك بم. لا 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 اللي ترافع ده يطلع في الازمات يعني. ده مثلا يبقى كرنيه مثلا يطلع في لجنه في كمين كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبضوا على الناس في البيوت كده مش اي حاجه يعني. بس فيها حاجه الصوره برضك. فيها صورتك؟ وريني وشك كده. ده الوش اللي بتجيب بيه الخضار. ما طبعا صورتي. انت قصدك ايه طيب؟ فيها حاجه كده. حاجه محترمه. في احترام. ايوه فخر ووكر كده. وكر ايه؟ يا صوره رئيس عصابه. يا حيوان انت بتتريق على لا مهابه. ايه حاجه؟ ايه حاجه؟
ايه حاجة انت شايف ايه؟ ده هو ده؟ ده انا هو ده. ده هو ده؟ ايوه يا حاجة، ايه شايف في منديل بابويا هنا وانا اقرع؟ انا عاوزك تحضر الجلسة مع ولدي، المحامي بتاعه عمل حادثة وجاي، الجلسة باقي عليها ربع ساعة، اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب خلاص. ايوه بس لا 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 لازم اشوف القضية كده واعرف التفاصيل والتيتيلز. بتقول ايه؟ التفاصيل والتيتيلز. هو هيتكلم جوا. لا انسى انسى هنا. يا استاذ ما تقف كده قدام القاضي وتترافع، ما تخافش وما تهفش من حد وتطلع الكرنيه قدام التخين. انت محامي. الله يعليك، انت محامي، انت ما عارفش انك محامي. انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر. واد الطربوشه اهو. طربوشه اهو، على اساس ان انا راح اترافع عن محمد طه. امسك امسك. ولدي حيضيع مني. عين عليك يا ولدي، قلبي اتحرق عليك يا ولدي. قولي بقى تفاصيل القضية ايه؟ عركة عادية بين عيلتين. ولدي حيروح في داهية. ايوه ولدي حيروح في داهية. ايوه تفاصيل ايه بقى يا حاج؟ ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. تفاصيل ايه يا حاج؟ ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. ولدي حيروح مني. القرار اخر جلسة. ابنك اسمه ايه يا حاج؟ عبد الصمد وهدان حلقولو. اسم عبد الصمد وهدان حلقولو؟ زيرو. زيرو؟ ده الاسم بالكامل. ما علينا. طيب هو تهمته ايه بقى؟ قتل. ايه ده؟ ايه احنا ما اتفقناش على كده. اتفقنا على ايه؟ ما اتفقناش على انه قتل. انا ما اتفقناش على كده يا حاج. انت كنت تعمل لي مفاجاه هنا. ابوس يدك ابوس يدك، ما تفضحنيش. حينادم عليك. نادي على اللي بعده. عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجله ابو حديده. يا حاج احنا ما اتفقناش على كده. ما اتفقناش على كده. ابوس يدك. عبد الصمد وهدان حلقوله. طب وقت ابو حديده. يا رب سكينه. ضربت في السكينه في حنكه؟ ايوه حاضر اهو. شرن له بقه؟ يعني ايه شرن له بقه دي؟ جون حنجل حلبوله قتل حنجل. حلبوله فلق حنجل؟ قتل حنجل. قتل حنجل في ايه يا استاذ؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ حضرات السادة المستشارين، عم احمد الحاجب، ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسية يا استاذ. طعنة ناهية يا استاذ. طعنة بالية يا استاذ. انت مش فاهم حاجه ولا ايه؟ امال ايه عرقبه ولا ايه يا استاذ؟ انت مش قاري ملف القضيه. ليه؟ موكلك هو اللي طعن حنجل. لا والله، هو اللي طعن حنجل؟ هو اللي غزو ابنك اللي غزو؟ انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج. انت بتعملت فيه فيا ليه سيد الرئيس؟ ان طعنة موكلي حنجل كانت طعنة رقيقة، كانت طعنة في الهدوء. طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة. لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟ سيد الرئيس، هل تسمح لي هيئة المحكمة الموقرة ان بسؤال على مقربة من المناصرة؟ تعال ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا هو بس الحقيقة أنا مش محامي. نعم يا أخويا؟ لا مش قصدي، مش قصدي سعادتك. أنا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا، لأن المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فأوتوبيس خبطه، فالمحامي اتطبق والاوتوبيس مش لاقينه. اتطبق ايه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ ابوس ايدك. شجع الشباب، شجع الشباب، المنطقه كلها عندي مستنيه شربات وهتفرق اول ما رفعت ليا. شربات ايه يا استاذ؟ قول لي طلباتك. هكون عايز اسكبريسو، عايز تقيل. ايه؟ تقيل. تقيل؟ اه خلاص يا اخويا تأجل القضيه، اتفضل. حياة المصحف والله.